من القلب ديالي يعني علاش تعطلت حتى في الكتابه ديالها راه شدت لي الوقت بحال اللي قلتي درت واحد الريزيمي اللي هو هذه الاغنيه اللي درت على الناس اللي في تندوف على سيدنا على بلاد الديمقراطيه على 12 القرن على جيراننا على بزاف ديال الحوايج يعني الاغنيه ملي كتسمعها كتلقى فيها دي ميساج ذكيين يعني مختصرين ما بغيتش نطول في الاغنيه يعني كانت فيها 3 دقائق ونص 4 دقائق الوغ قمت بالتصوير ديالها في الصحراء يعني كما كتشوف الظروف اللي صورت فيها كان واحد شويه ديال كانت صعيبه شويه لان باش كتدخل في وسط الصحراء بجوج السوايع ثلاثه د السوايع ديال الطريق في وسط لي ديزير لا ريزو لا ضو لا يعني الخلا والقيفار انا الرساله اللي بغيت نوجهها للمغاربه بان اي مغربي كان ناديه وكان خاطبه من هذا المنبر يا كويري يا مغني يا ملحن يا مواطن عادي اي مغنيه اي انسان مغربي هز الدرابو ديال البلاد خصو تكون عنده واحد الروح وطنيه كيحب البلاد وكيحب الملك وكيحب الصحراء ويقدر يناضل على ود الصحراء ويكون كيحب يكون وطني لداخل ديالو واللي ما كانش في هذه المواصفات انا كنقولها من هذا المنبر لا للناس اللي كيبغيوني اللي هنا ولا الجاليه ما يبقاش يسمع سامي راي وما يسمعش الاغنيه ديال الصحراء ديال سامي راي